دائما بالحديث عما جرى في قطاع التربية وتأثيراته على قطاع التعليم العالي، كشف طاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه في حالة إعادة بكالوريا 2016 بسبب تسريب مواضيع الامتحانات، فإنهم سيقومون بعملية تقول تأجيل تسجيلات في الجامعة، مطمئنا على هامش الندوة الوطنية للجامعات الأولياء وكذلك التلاميذ بأن الحكومة ستتخذ إجراءات صائبة تصب في مصلحة المنظومة التربوية. نادية زعيط عادت بالتالي. احنا على مستوى وزارة التعليم العالي سنتأقلم مع كل الأوضاع. إذا تأخر صدور النتائج نتأخر قليلا في التسجيل، يعني في جميع الحالات ستكون هناك بكالوريا هذه العام كغيرها من السنوات، وإن شاء الله قد يتم اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الصائبة في مصلحة أبنائنا وفي مصلحة وطننا بما يضمن مصداقية المنظومة التربوية نتاعنا ككل والمنظومة الجامعية. ثقوا بأن الحكومة ستأخذ القرارات المناسبة. شكرا. أما بخصوص عملية التسجيل من طرف الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة، قال الوزير بأن العملية ستتم عبر الانترنت، منوها إلى أنهم قاموا أيضا بتقليص عدد الرغبات من 10 إلى 6 رغبات. تقليص عدد الرغبات بهدف الوصول أكثر إلى الرغبة الحقيقية للطالب، وكما قلت هذه مرحلة انتقالية، ونهدف في المستقبل إن شاء الله إلى إلغاء هذه الرغبات والوصول إلى أن يختار الطالب رغبة واحدة. المنشور الذي يحدد التسجيل ويحدد الشروط والتخصصات الموجودة، هذا الآن عن طريق الإنترنت يستطيع الطالب، أي طالب، أن يتليشارجيه عنده سواء في البورتاب بتاعه ولا في الطابلات ولا في الإنترنت في الميكرو، ومن حقه استطاعته إما أن يستعمله داخل الشاشة أو يقدر يدير مام يامبريميه إذا شاء، وكذلك الدليل أيضا. وهذه العملية بين قوسين لما عملنا من سيبور بابي سيبور إلكترونيك وفرنا ملايير دينار.